بديت يعني ابحث عليه هذا الشغل، شلون بدايه شغله، شلون يشتغلون بالمسمار، بالخياط، الترتيب، اللوحات، الاسامي، كثير شغلات. وبديت سنه 2018 بهذا الشغل ورسمت وجهي اللي هو بالمسمار والخيط. تعرضت للإصابة من بعدها، يعني حدث الإصابة قعدت بالبيت مدة طويلة، 6 شهور 7 شهور، وبديت يعني أتصفح اليوتيوب وظهر قدامي مقطع فيديو عمل بسمار والخيط. بديت يعني أبحث عليه هذا الشغل، شلون بداية شغله، شلون يشتغلون بالمسمار، بالخيط، الترتيب، اللوحات، الأسامي. بداية يعني من أبدي بلوحة يراد لها يعني أقل شيء يعني من الساعتين للـ3 ساعات 4 ساعات، يعني بس بسمار ما عدا الخيط. الخيط يراد له بقدم يعني بقد ضعف الوقت، يعني للـ4 ساعات أكثر من 4 ساعات بالاسم الواحد. راديو الغد، وطن يمتد.